تشقي كل دبوس بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواه. حاولي تشقيه، يعني انا شقيته بس للأسف ما صورتلكوش يعني. وبتبدأي ترصيهم في الصينية بتاعتك، وده الشكل النهائي. الطعم كان حلو جدا وعجبت الاولاد جدا ما شاء الله. حاولوا تجربوها واعملوا جنبها شوية رز بسمتي كده او ويسو الزبادي بالخيار والنعناع وبالهنا والشفا، ان شاء الله تعجبكم.